بيانيتش يضع الكرة في الش يسجل ويسجل ثاني أهداف هنا على مستوى مسابقة بطولة الدوري. سجل في الموسم الماضي أو في المباراة الماضية في لاتسيو نادي لاتسيو ويسجل اليوم هنا في مرمى نادي تورينو ليتقدم نادي روما بهدفين مقابل لا شيء. يبدع نادي روما في الشوط الثاني. لاميلا ساهم وبعيدة الكرة وصلت لمين؟ وصلت لمصلحة بيانيتش. سدد اصطدمت في المدافع تغير اتجاهها ودخلت الشباك بعدما اصطدمت في أليساندرو غاتسي خدعت جيلي ووصلت هنا بيانيتش بعد أن خلع القميص يحصل على بطاقة صفراء وهدف يأتي ثاني.